هي التوراة مذكور أزل الخليقة، معنى أزل الخليقة أقدم من سكن فيها. في عهد سبع الأكبر بدأ التاريخ اليمني يتبلور. من قبلها معي قرناو، لكن سبا هي التي عمت، فلا زالت صنعاء تمتلك قصورها، مساجدها، دورها العتيقة التي تعد من أكبر مدن التاريخ، مدونة في قائمة التراث العالمي كأكبر مدينة تاريخية، تحتوي على مباني لا زالت نابضة بالحياة. أكثر بناها من الياجور والزخارف والطيقان والعقود، يعني فن معماري لا يطغى في العالم، تاريخه يعود إلى مئات السنين. ومعروف أن مدينة شبام يعتبر من التخطيط الإسلامي الذي وجد مع بدايات العمارة الإسلامية. تخطيط المدينة نفسها، تصميمها المعماري نفسها، طريقة البناء في المباني له خصوصية يختلف عن أي مدينة في وادي حضرموت. أتت هذه الحرب بالويل والثبور على هذه الآثار، هذه الآثار مهددة. Yemen should always be viewed as a borderless cultural space. With all the hardships that we go through, even as Yemenis living outside of Yemen, it is very important to always own our narrative and overcome this disconnect.